وجه رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد انتقادات إلى تدخلات السفيرة الأمريكية في الشؤون اللبنانية، متسائلا عما إذا أصبحت ميشيل سيسن رئيسة الحكومة مكان الرئيس فؤاد السنيورة. موضوع مجلس الجنوب حينما تعلق سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وتأخذ موقف هو نفس موقف رئيس الحكومة، هذا الموضوع يطرح عندنا سؤال: من هو رئيس الحكومة؟ فؤاد السنيورة.